مساء الخير، ازيك؟ النهارده هننظف البراد ده مع بعض. البراد ده ستانلس ستيل، طبعا اتحرق معانا، اتساب على النار زي ما انت شايفه كده واتحرق، فاحنا هننظفه مع بعض بكل سهوله وبطريقه سهله وبسيطه جدا جدا، بحاجات غير مكلفه موجوده في كل بيت. هنقدر ننظف البراد ده ونرجعه جديد زي ما كان. هنتابع الخطوات خطوة بخطوة مع بعض، وإذا عجبك الفيديو شير ولايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب وعلى صفحتي على الفيسبوك. ويلا بينا نشوف الطريقة بتاعتنا. هننظف البراد بتاعنا بطريقة سهلة وبسيطة جدا. معانا هنا مية بتغلي على النار، هنزل فيها بمعلقة ملح ليمون ومعلقة بيكربوناته اللي بنستخدمها للطعمية، ومعلقة كركديه وعصير ليمونتين. نحط القشور مع المية. بعد ما نغلي بالشكل ده ونقلبهم، هنبتدي ننزل بالبراد بتاعنا. هنسيب البراد يغلي على النار لمدة نص ساعة في الخليط ده، وبعد كده هنبتدي ننضفه مع بعض وهنشوف قد ايه هو هينضف معانا بكل سهوله. هنا بعد مرور نص ساعه كده على البراد جوه الميه واقل كمان، هنبتدي ننضف البراد بتاعنا زي ما انت شايفه كده. شايفه؟ يلا بينا هننضف البراد بتاعنا زي ما انت شايفه كده. هنجيب سلكه وننضفه كده، ما استخدمناش اي حاجه. شايفة الحروق بتطلع بكل سهولة. زي ما انت شايفة كده الغطا بتاعنا نضف معانا بكل سهولة. هنبتدي نحطه تاني في المية وهنجيب البراد ننضفه مع بعض. زي ما انت شايفة كده البراد بعد ما خرجناه من المية اللي حطيناه فيها هو وسخن، هنبتدي بسلكة خشنة كده ننظف الحروق دي. زي ما انت شايفة نضف معانا شوية كده اهو. هنبتدي نسقطه في المية مرة تانية وهنبتدي ننظفه كويس مع بعض. هنشوف طريقة تنظيفه. زي ما انت شايفه كده الغطا نضف معانا اهو. هننضف كمان البراد بالشكل ده زي ما انت شايفه كده. بعد ما سيبنا غلى لمده نص ساعه كمان على النار زي ما انت شايفه كده، هنبتدي نغسله. زي ما انت شايفة كده نظفنا البراد بتاعنا في البيت بكل سهولة من غير تعب ولا مجهود. في اقل وقت كنا منظفين البراد بتاعنا، رجعناه جديد زي ما انت شايفة كده. ويا رب كده يكون الفيديو نال اعجابكم، واذا عجبكم الفيديو شير ولايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب وعلى صفحتي على الفيسبوك. ومع السلامة.